اتكلمنا عن عزوف الشباب ده مرتين قبل كده، ولما شفنا بالارقام لقينا انه مش اقل من قبل الثوره، وكانت الايحاء بكده مش مظبوط قوي، لان لما تراجعت الارقام دي المره اللي فاتت كان في ايحاء في الاعلام انه العزوف اكبر بكثير من الواقع الحقيقه. لكن انا طبعا انا بشوف انه عزوف اي فئه عن المشاركه خساره للبلد وخساره لهذه الفئه. انا من زمان الزمان، مش دلوقتي، بروح بأصوت بأدلي برأيي في استفتاء، أروح في انتخابات، أروح لو مش عاوز أعمل حاجة خالص برضو بروح وبشارك وبقف وبسأل الناس اللي معايا في الطابور من وأنا صغيرة. فالعملية الديمقراطية دي عملية بتتطور فيها الشعوب وبتتعلم وبتنضج كل شوية وكل تجربة. الانتخابات البرلمانية ما بتحصلش كل يوم ولا كل سنة، فدي فرصة ما بتتكررش كثيرا في حياة الواحد إنه يبقى له صوت ويبقى له رأي.